أهلا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أولى حلقات لسان العرب الذي نسعى فيه لإحياء لغتنا العربية الفصحى وبناء جيل واع ومثقف قادر على النهوض بهذه الأمة. سنناقش في موضوع حلقة اليوم مفهوم اللغات السامية وميلاد اللغة العربية من رحم تلك اللغات التي يرجع إلى مئات القرون قبل بزوغ شمس الإسلام، وسنناقش أيضا اختلاف الباحثين في تحديد موطن الساميين الأصلي والدلائل على أسبقية العربية وأنها تاج اللغات السامية وأم اللغات، فكونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في أولى حلقات لسان العرب، حلقات لسان العرب. موضوعنا اليوم بعنوان أم اللغات. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة غيرسون التركية. مرحبا بك يا دكتور حمدي معنا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، الكاتب والباحث عصام القيسي. مرحبا بك أستاذ عصام معنا. أهلا وسهلا بكم، حياك الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم أم اللغات. ونبدأ منك دكتور حمدي بخيت، نريد أن نعرف أولا مفهوم مصطلح السامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. وبعد، عمل العلماء في القرن 18 الميلادي 13 الهجري من المستشرقين على تقسيم اللغات إلى فصائل. من هذه الفصائل فصيلة اللغة السامية، والذي سماها بهذا الاسم هو المستشرق شلوستر الألماني في نهاية القرن 18، أخذا من العهد القديم أو الكتاب المقدس من أبناء نوح عليه السلام، سام وحام ويافث ومن نتج من هذه من هؤلاء الثلاثة. نعم، الثلاثة أولاد سيدنا نوح عليه السلام. نعم، سام وحام ويافث. نعم. فالسامية أطلقوها على الذين نسلوا من سام ابن نوح عليه السلام. نعم. هذه اللغات السامية تنقسم انقسامات متعددة. حيث تمت هجرات من جنوب غرب الجزيرة العربية إلى الشمال، فهذا الانتقال تقسم من الشمال غرب بلاد الرافدين. نعم. وتكونت فيه اللغة الأكادية. نعم. التي نشأت ببابل. نعم. ثم بعد ذلك آشور. نعم. فالبابلية والآشورية هاتان اللغتان سميتها بعد ذلك باللغة الأكادية. الناحية الغربية فيه شمال وجنوب. الغربية في كنعانية أرامية. أرامية. نعم. كنعانية شمالية وكنعانية جنوبية. نعم. كنعانية الشمالية فيها اللغة الأوجريتية. الكنعانية الجنوبية اللغة العبرية، اللغة المؤابية، اللغة الفينيقية، خطابة للعمارنة. ماذا بقي من هذه اللغات؟ نتحدث الآن عن الشرقية والغربية. الأكادية ماتت. ماتت. لم يبقى منها إلا بعض النقوش الموجودة بالخط المسماري. نعم. وماتت. الغربية الآرامية موجود منها السريانية التي تدرس في بعض الأماكن المختلفة في الجامعات. نعم. العبرية ماتت من القرن الرابع الميلادي. أما الموجودة الآن فهي اللغة العبرية الحديثة ولا تمثل لغة العهد القديم، لأن لغة العهد القديم بعد السبي البابلي وما
شابه ذلك ماتت، ولذا كتبوا أغلب كتاباتهم باللغة الأرامية. هل هناك بقايا من اللغة الآشورية أيضا في شمال العراق؟ يعني في ناحية اللغة الآشورية الذي يدرس في اللغات المقارنة من ناحية المقارنات يدرسونها، لكنها قليلة. ما بقي ما دول من هذه اللغة قانون حمورابي، وهو أقدم القوانين الأرضية التي دونت بهذه اللغة. نعم، ولكنه بابلي هو حمورابي في الأصل. نعم، هو البابي بدأت ببابل، لبابل ثم انتقلت، ثم بعد ذلك آشور، ثم تكونت على يد سرجون الأول. نعم، تقريبا سرجون قبل الميلاد ب 2500 سنة هكذا. كانت أول دولة للأكادية في هذا المكان. إذن نرحب بضيفنا من جديد السيد عصام القيسي الكاتب والباحث، مرحبا بك. تحدث الدكتور حمدي بخيت عن مفهوم مصطلح السامية وأقسام هذه اللغات، تفضل بالحديث عن أقسام اللغات السامية سيد عصام. نعم، نحن بصدد نظريات في هذا الشأن، لا نستطيع القول بأنها أصبحت حقائق علمية، يعني هي مجرد نظريات مطروحة لديها حشد من القرائن. يعني هذه البيانات التي نتلوها يعني في هذه الحلقة هي مجموعة نظريات وفرضيات. اللغات السامية أو شجرة اللغات السامية نسبة إلى سامي بن نوح كما تفضل الدكتور حمدي، وهي لغات عديدة ممكن نقسمها إلى جزئين، اللغات الشمالية في شمال الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، واللغات الجنوبية. أشهر اللغات الشمالية ربما الأرامية، لأنها بسطت نفوذها على مدى جغرافي واسع ولفترة تاريخية واسعة. أشهر اللغات الجنوبية السامية هي اليمنية القديمة السبائية والحميرية، ومنها لغة الحبشة القديمة على الأقل يعني، وهناك العبرية أيضا والكنعانية والآشورية، كل هذه اللغات التي نشأت على أطراف الجزيرة العربية في شمالها وجنوبها كانت لغات الحبشية أيضا سامية. الحبشية عربية. نعم، أنا قلت الأثيوبية. نعم، هي المقصود بها الحبشية. نعم، وما زالت إلى حد اليوم. وبالمناسبة إسرائيل ويلفينسون، هذا الذي كتب في تاريخ اللغات السامية، يزعم أن اللغة العبرية أقرب إلى اليمنية من العربية، أي أن وشائج القربة بين اليمنية القديمة السبائية وبين العبرية أقوى من العلاقة التي بين اليمنية القديمة وبين العربية الفصحى المعروفة. لكي يثبت أنها الأصل، يعني العبرية هي ربما الأصل، لكن بإمكاننا أن نعطي نظرية لهذا التشابه. لا تسر إسرائيل وينفنسون. إذا كان الكنعانيون، طبعا من المعروف أن العبرية اقتبست من الكنعانية، الكنعانية القديمة، الكنعانية القديمة. نعم، لأن العبرانيين اليهود العبرانيين أو قبل اليهود بنو إسرائيل هم في الأصل آراميون، جاءوا من العراق ثم استوطنوا مصر لفترة 400 سنة، ثم استوطنوا فلسطين، جاءوا على أقوام موجودة من هذه الأقوام، الأقوام الكنعانية. الغربي، القسم الغربي هو الكنعانية والآرامية، ليس كذلك؟ نعم، القسم الغربي، الكنعانية كانت مستوطنة في فلسطين. نعم، في فترة وجود الجيل الأول من الإسرائيليين، يعني ما بعد التي، يعني في فترة عهد القضاة وتأسيس الدولة الإسرائيلية وانقسامها، كانت اللغة الكنعانية هي اللغة السائدة في فلسطين إلى حد ما. نعم، وبعدين سادت اللغة الآرامية. يعني مثلا نحن نعلم أن المسيح كان يتحدث الآرامية، المسيح عيسى. نعم، كان يتحدث الآرامية، لكن ما قبل ذلك كانت الكنعانية هي السائدة. والعبرية على الأرجح اقتبست من الكنعانية. وهناك نظرية تقول أن الكنعانيون أنفسهم من أصول يمنية، لعل هذا هو لعل هذه هي الصلة المنطقية بين قرابة اللغة اليمنية القديمة من العبرية. طيب، لأنها في الأساس لغة يمنية قديمة. القديمة. نعم، سنأتي إلى ذلك أيضا. دكتور حمدي، رب سؤال يطرح وقد
يطرح حتى في البحوث اللغوية والتاريخية، هل المصرية القديمة تعد من اللغات السامية؟ يعني بعض الشيء، اللغة العبرية لهجتهم من اللهجات الكنعانية، لهجة من اللهجات الكنعانية نعم، وليست يعني تعتبر من اللغات الأم، وإنما هي لهجة وقد ماتت من قديم الزمان. يعني لها دلائل تاريخية ما تقول؟ نعم، نعم بالمقارنات والنقوش التي عثر عليها يعني العلماء قرروا هذا، علماء الساميات واللغات المقارنة. المصرية القديمة يجمع كثير من المستشرقين وكثير من علماء العرب المسلمين على أن اللغة المصرية القديمة لغة سامية، وهذا يعني موجود كثير من العلماء الذين ذكروا هذا. هناك يعني دليل؟ نعم، يعني الدكتور حسن ضاضة مثلا يذكر إجماع علماء النحو المقارن للغات السامية من أمثال بروكلمان، وليام رايت، إدوار دوروم، دافيد يلين، على أن اللغة العربية الفصحى، هذا بالنسبة للغة العربية الفصحى، لكن بالنسبة المصرية اللغة المصرية نعم، أتي بنص للمصرية، آسف، اللغة المصرية القديمة. هي أين موطنها بالضبط؟ يعني في وادي النيل؟ أين في وادي يجمع كثير من الدارسين على أن اللغات السامية تبدأ من نهر النيل إلى الدجلة والفرات، يعني وادي النيل ووادي الرافدين. نعم، وادي الرافدين. فهذه الأماكن وهذه الأمور استقر فيها الساميون القدماء، أصل الحضارة، عند أصل الحضارة في العصر القديم. نعم هكذا. نعم. فالمصرية القديمة والجنوب عندنا العربية الشمالية والعربية الجنوبية والحبشية ناحية الحبشية أصلا قبيلتان من اليمن خرجتا إلى أفريقيا، إحداهما تسمى حبشة وبها سميت اللغة أو الدولة، والأخرى الأجعازي أو الأجعازية. نعم، الأجعازية. نعم، ولكن يعني حتى بعض الباحثين أنا قرأت يعني ينفي أي صلة للمصرية القديمة باللغة الفصحى. وعندنا ثلاثة آراء. نعم، رأي يقول بأن المصرية القديمة حامية، ورأي آخر يقول بأن المصرية القديمة حامية سامية، والرأي الثالث وفيه كثير من العلماء، من الأستاذ أحمد كمال أستاذ الآثار المصرية في القديمة، والدكتور عبد المجيد عبدين، والدكتور كثير من الأساتذة المتخصصين في هذا، يقولون بأن اللغة المصرية القديمة لغة سامية، اللغة القبطية. حتى إن التوراة لم تنزل باللغة العبرية، لأن سيدنا موسى كان في مصر ونزلت باللغة المصرية القديمة. المصرية القديمة. المصرية القديمة نعم. وكتبت بالهيروغليفية. نعم، لأن هل هناك خطوط تثبت ذلك؟ يعني آثار مخطوطات؟ هذا المتخصصون أثبتوا هذا. نعم نعم نعم. إذن مشاهدينا الكرام، الآن فلنتوقف مع مشهد تمثيلي من المسلسل التعليمي المشهور أحلى الكلام وفقرة من الذاكرة. فنترك العربية السمح منطقه إلى دخيل من الألفاظ مغتربي، نطير لللفظ نستجديه من بلد نائم وأمثاله منا على كتبي. أحسن أحسن أحسن. أرجوك يا آنسة قواعد، أمسي سد باب الرزق علي ذلك النحات المحترم، واليوم كما ترين جاء هذا الفصيح الموقر فنصب منبره أمام باب دكاني. أيستأسدون علي دون سواي لأنني فلان نكرة؟ لا ضير عليك يا سيدي، دعه يخطب وأنا أنفعك. هات شيئا من بضائعك لأشتري. صحيح، ماذا تريد؟ يا أخي ابتع منه أي شيء، المهم أن تنتفع منه، عده واحدا من السواح الأجانب. لا تغلط يا سيد، فالسائق لا يجمع على سواح، والفصيح أن تجمع السائح على سياح. سياح
لأنه يأتي من ساحة يسيح. قال تعالى: فسيحوا في الأرض. حسن يا سيدي، سأجمع السائح على سياح. ويصح أن تجمع السائح جمع مذكر سالما، فتقول سائح سائحون، كما جاء في الذكر الحكيم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. فهل تعرف ما معنى السائحين هنا؟ لا والله. السائحون هنا جمع سائح، وهو الصائم. شكرا يا سيدي على ما أفدت، ولكن اشتري مني هذه الشنطة يا سيدي. أرأيتم؟ يسمون ما تحمل فيه الثياب عند السفر شنطة، والصواب إنها حقيبة. الأصح فيه أن يقول الصواب أنها حقيبة بفتح الهمزة. وتجمع على حقائب أو عيبة، وتجمع على عياب. قال الشاعر: يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب. فلتسقط الشنطة. تسقط. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ولسان العرب، ونجدد التحية بالباحث والكاتب عصام القيسي ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول. أستاذ عصام، يعني تحدثنا قبل قليل عن اللغات السامية وأقسامها، ولكن نريد أن نتحدث عن أصل اللغة العربية وعلاقتها باللغات السامية. نعم، موضوع أصل اللغات وموضوع أصل اللغات من الموضوعات التي شغلت العلماء وفقهاء اللغة في القرنين 18 و19، لكنهم أقلعوا عن هذا الاهتمام فيما بعد وتحولوا إلى لينغويستكس، دراسات اللغة الحديثة، لأنهم وصلوا إلى قناعة بأن مبحث أصل اللغات مبحث لا طائل وراءه، يعني لن يصلوا منه إلى نتيجة. وأظن أنهم كانوا يتفادون عن قصد الاعتراف بحقيقة أن العربية إن لم تكن أقدم اللغات فهي من أقدم اللغات على الإطلاق، لأنه هناك حجم الشواهد عالي جدا. يعني مثلا على سبيل المثال لنبدأ بفرز اللغات عموما أو الألسن، لأن اللغة غير لسان. لو فرزناها على أساس الرقي والتطور، يعني من حيث الرقي والتطور، سنجد أن اللغات الاشتقاقية هي اللغات التي تقف في الذروة، يعني هي الأكثر رقيا وتطورا. ما دونها تأتي اللغات الإلصاقية كاللغة التركية مثلا، أبرز اللغات الممثلة لها. ثم تأتي لغة الإشارات اللي هي لغة الغابات، يعني الإشارات والضمائر المحدودة. اللغات الاشتقاقية هي معظم لغات العالم اشتقاقية، لكن أرقى اللغات الاشتقاقية. ما الذي يميز يعني العربية عن غيرها؟ أرقى اللغات الاشتقاقية هي اللغات السامية، وأرقى اللغات السامية هي اللغة العربية أو اللسان العربي. فمن هذا بهذا المنطق يمكننا القول، وباعتبارات أخرى، باعتبار مرونة اللغة، وباعتبار عدد الجذور في هذه اللغة، وباعتبار ما يمكن أن نسميه بوجود الأسماء البدائية التي رافقت الإنسان الأول، موجودة في هذه اللغة إلى الآن بطريقة ما. هذه كلها قرائن تدل على أنها من أقدم اللغات إن لم تكن أقدمها. على سبيل المثال، لو ضربنا مثلا بالجذور، عدد الجذور اللغوية، أكثر لغة فيها جذور أعتقد 16,000 جذر. نعم، فقط الجذر هذا وليس الكلمات يعني. طبعا. نعم. الجذور التي تشتق منها عشرات الأسماء والألفاظ، يعني في مقابل مثلا السنسكريتية 2000 جذر. اللغة الإنجليزية أقل بكثير. اللغة اللاتينية عموما أقل من السنسكريتية، فما بالك بالعربية. هذا الثراء في الجذور يدل على امتداد الزمن في الاستعمال يعني. نعم. كذلك المرونة، هناك مرونة عالية جدا في اللسان العربي ناتجة عن
الاشتقاق، نظام الاشتقاق اللي يكاد يكون متفرد، أقصد أنه ظاهرة الاشتقاق في العربية أكثر انتشارا من منها في أي لغة أخرى فيها اشتقاق. عندنا مثلا المرونة الناتجة عن الرتب، بإمكانك أن تقدم أحيانا في بعض الرتب على يعني أن تقدم مثلا المفعول على الفاعل. النحت هذه ظاهرة أيضا جعلت للعربية يعني صفة المرونة. الاشتقاق والنحت وهذه طيب دكتور حمدي، يعني هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن السؤال الجدلي، من أول من تحدث بالعربية، إن كان هناك من يثبت ذلك؟ يعني المشهور في كتب الأدب والتاريخ بأن اللغة العربية الشمالية أول من تكلم بها هو إسماعيل وابن إبراهيم عليهما السلام. لكن لكن هو أصله ليس عربيا. سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم أصلا من جهة الأب يعني، يعني كان يتكلم اللغة الكلدانية وهي فرع من فروع الآرامية. سيدنا إبراهيم ولد في العراق في العراق، ثم ذهب إلى بلاد الشام. والآرامية معروف فيها آرامية غربية وآرامية شرقية. فالشرقية في موجود في العراق، وآرامية موجود في بلاد الشام. لكن في بعض الأمور أو بعض العلماء تحدثوا خاصة من المسلمين أن اللغة العربية كانت لغة أبينا آدم عليه السلام وليست مما تكلم به إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام فقط، وإنما هي منذ أبينا آدم عليه السلام. وهذا يثبته في العصر الحديث حتى لا يقال بأننا متحيزون لأننا مسلمون، ما سمي بعلم اللغة الكوني. هذا العلم نشأ في 2003 في لندن، وأغلب من فيه أو أغلب مؤسسيه ليسوا مسلمين. لا يوجد في هذا العلم من المتخصصين إلا عالم واحد هو مسلم. أثبتت الدراسات التي قام بها هؤلاء العلماء بأن اللغة العربية هي أم اللغات جميعا وهي الباقية. حتى إنهم يقولون بأن الكونغرس الأمريكي بدأ يسجل وثائقه باللغة العربية، لأن على نهاية هذا القرن لن تبقى من اللغات إلا اللغة العربية. يعني يقال أنه في كل أسبوع تموت لغة. والعربية العربية باقية بأصالتها وإلا ما بقيت حتى الآن. والقرآن الكريم هو الذي يحفظها. إذن لنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، وفارسها لهذا الأسبوع الشاعر الفحل امرؤ القيس. امرؤ القيس الكندي ولد في ديار بني أسد بنجد، ونشأ في قبيلة كندة، وعد النقاد امرأ القيس في الطبقة الأولى من فحول شعراء الجاهلية. هو أول من وقف على الأطلال وبكى واستبكى. تعد معلقته من أفضل المعلقات السبع التي عرفها العرب، وهي من بحر الطويل، وفيها قال: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسو وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة، فهل عند رسم دارس من معولي؟ ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. وإن تك قد ساءتك مني خليقة،
فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلبي مقتلي. تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس فؤادي عن هواك بمنسلي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وموضوع الحلقة هذا اليوم نتحدث عن أم اللغات في هذا الأسبوع. سيد عصام القيسي، ربما لديك تعقيب على ما تفضل به الدكتور حمدي بخيت قبل قليل، كنا نتحدث عن أول من تحدث بالعربية، تفضل. نعم، هناك فقط ملاحظة على مشكلة عروبة نبي الله إبراهيم أو إسماعيل. الحقيقة أن سكان هذه المنطقة التي تسمى بشبه الجزيرة العربية من الجنوب إلى الشمال في سوريا والعراق لم يتفق على إعطائهم تسمية واحدة حتى الآن، حتى كلمة ساميون هذه حولها إشكالات ومؤاخذات وملاحظات، ولذلك من الصعوبة أن نتحدث عن عروبة فلان أو عدم عروبة، لأن هناك من المؤرخين، أتذكر هناك مؤرخ فرنسي معاصر قال أن جميع سكان هذه المنطقة إلى شرق النيل أيضا هم عرب، عرب حتى في الأصل، يعني حتى سيدنا إبراهيم. بالضبط، المسألة هنا ليست فقط مسألة عرق، لأنه جميعا هم في النهاية ينتمون إلى عرقية واحدة وإن لم يكن لها اسم، لكن كلمة عرب مثلا لو أننا جعلناها معيارا لكان العرب، لكان اليمنيون خارج هذا ولكن التصنيف. ولكن اللسان اليمنيون لم يطلقوا على أنفسهم عربا، اليمنيون كانوا يسمون أنفسهم أقوام سبأ وحمير وذريدان وكتبان وإلى آخره. لكن ما اللغة التي كان يتحدث بها سيدنا إبراهيم؟ ومع ذلك نسميهم عربا الأصل، ومع ذلك يقال أن اليمنيين هم أصل العرب مع أنهم لم يطلقوا على أنفسهم. نعود إلى سيدنا إبراهيم، ما اللغة التي كان يتحدث بها في جنوب العراق؟ على الأرجح كان يتحدث الأكادية الآرامية. طيب، لكن ستلاحظ وجود تشابه بين كلمة أرم وعرب، وكأنها يعني امتداد لكلمة عرب، امتداد لأرب. عرم وعرب واحدة، لا فرق كبير. القرآن يتحدث عن إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، تقصد وكأنه أن الأرامية يحدثهم عن أجدادهم. يعني تقصد أن الأرامية ربما يكون أصلها عربي، يعني أو لها إما لها أن العربية أصلها الأرامية، وإما أن الآرامية والعربية لهما أصل مشترك أو أم واحدة. نعم، اندثرت، لكن الأقوام نفسها في شبه الجزيرة العربية كلها في النهاية تنتمي إلى. نعم، أيضا أستاذ عصام تحدثت عن لغة اليمن القديمة، ما مفهوم القول الشهير لأبي عمرو بن العلاء البصري الذي قال ما لسان حمير بلساننا ولا أقاصي اليمن هكذا والعربيتهم بعربيتهم. نعم، ماذا يقصد أبو عمرو بن العلاء؟ يعني هذا ما تعلل به طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي، هذا عليه جدل كبير. يعني نعم، تعلل به للقول بأن الشعر الجاهلي لم يكتب إلا في فترة متأخرة، بدليل أن أبي عمرو بن العلاء نفى أن تكون عربية اليمن كعربية أهل الشمال. والحقيقة هناك سوء فهم في هذا لهذه العبارة، هناك لبس، لأنه حتى العربيات الشمالية لو قلنا أن هناك أكثر من لغة نسميها اليوم لهجة كانوا يسمونها لغات. نعم، في حقيقة الأمر أبو عمرو بن العلاء لم ينفي أن تكون اللغة الجنوبية اليمنية اللغة عربية، لم ينفي، وإنما قال أنها ليست مطابقة تماما لعربية الشمال، وهذا أمر مفهوم. يعني ما عربية ما لسانهم بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا، يعني أن لسانهم عربي ولكن هناك فرق بين اللسانين، هذا أمر مفهوم لا مشكلة. اليمنية الجنوبية مثلا كانت تستخدم في التعريف الألف والنون في نهاية الكلمة، فيقال مثلا شمسان بدل الشمس أو همدان بدل الهمد. نعم، طيب، يعني في مقابل الألف واللام في بداية الكلمة في الفصحى. طيب، اختلافات بسيطة لكن في نهاية المطاف الأجرومية واحدة، القواعد واحدة. طيب،
إذن دكتور حمدي بخيت، ربما لك تعقيب عن حتى قول أبي عمرو بن العلاء: ما لسان حمير بلساننا. وهذا ربما يدعونا إلى الحديث عن مصطلح العاربة والمستعربة. بالنسبة يعني مما أجمع عليه المستشرقون وكثير من علماء العرب الآن، يعني إجماع، يعني دراسات مقارنة علمية أكاديمية، ليست كلاما تاريخيا، بأن اللغات السامية جميعا بأسمائها المختلفة كانت في الأصل تسكن في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية، ثم حدثت الهجرات سواء إلى الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، وهذا أوجد أو كتب كثير من العلماء كتبا تقول بأنها عربيات، يعني بدل هذه لهجة عربية، الأرامية لهجة من لهجات العربية، الأكادية لهجة من لهجات العربية، هكذا يعني سمى اللهجات العربية أو العربيات. اللغات عموما تنقسم إلى شمالية وجنوبية، يعني عدنان وقحطان. نعم، هذا بالنسبة للغة العربية. يعني مما يذكر في كتب اللغة، أحدهم كان يقف على سطح منزله فالملك يمر في الشارع فقال له ثب، فإذا بهذا الرجل يقفز من على سطح منزله فتدق عنقه ويموت. فقيل الملك استغرب من هذا، ما الذي حدث؟ قالوا له إنه ثب بلغته معناها اقفز. نعم. فقال: من دخل ظفاري فقد حمر. هذا اختلاف في المعاني. نعم. وهذا موجود بين القرى المختلفة الموجودة الآن في لغتنا العربية. ولكن لماذا طغت لغة عدنان على قحطان وحتى لغة قريش بالنسبة للغة عدنان؟ أولا اللغة الشمالية كما يسمونها، اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم، كانت بعيدة عن الدول الكبرى التي كانت تستعمر المناطق المختلفة. نعم. يعني الجنوب، اللغة الجنوب اليمن تم احتلال له سواء من الحبشة أو من بلاد فارس. نعم. فهذا عمل بتأثير كبير على القضاء على هذه اللغة الجنوبية العربية. أما اللغة الشمالية لم يحدث لها هذا، يعني على مدار التاريخ وهي موجودة وهم موجودون في أماكنهم ويتكلمون بلغتهم، وثم بعد ذلك كانت لغات مختلفة لكن توحدت هذه اللغات، أقصد بها اللهجات. هذه اللهجات توحدت في لغة واحدة، اللغة الفصحى، أغلبها من لغة قريش. والسبب في هذا الريادة الدينية، الريادة الاقتصادية، الريادة السياسية لقريش قبل ذلك في العصر الجاهلي. طيب، سأعود إليك أيضا سيد عصام. لم يتبقى لدينا سوى دقيقة لإختام موضوع الحلقة، ماذا تقول؟ هل نستطيع أن نثبت الآن يعني أن اللغة العربية هي اللغة السامية الأم وهي أم اللغات؟ طبعا سيكون من المغامرة القول بأن العربية أو أي لغة أخرى هي اللغة الأم، لكن على ضوء القرائن المتوفرة لدينا يمكننا أن نقول أنها من أقدم اللغات، هي بلا شك أقدم اللغات الموجودة الآن في الجزيرة العربية وما حولها. نعم. لكن هي أيضا من أقدم اللغات في العالم. هناك أقوام كثر يزعمون أن ألسنتهم قديمة، الصربيون يقولون ذلك، الروس يقولون ذلك، حتى الكوريون يقولون ذلك، لكن نحن لدينا قرائن واضحة تكاد تكون حاسمة، كما قلت، وفرة الجذور ومرونة اللغة. طيب. هذا يقتضي أن تكون اللغة قد استعملت لفترات زمنية طويلة جدا، والعربية كان من حظها أنها نمت وترعرعت في بيئة بعيدة عن الاختلاط بال لم تلوث، يعني ظلت فترات طويلة معزولة في الصحراء العربية، وخاصة في البادية. نعم. 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 وملاحظة أخيرة على عدنان وقحطان التي جعلوها عناوين للتقسيم في الجزيرة العربية، أنا أزعم أن هذه التسميات مفتعلة، الذي أراد منها صاحبها أن يجعل أهل الشمال في جنات عدن فسماهم عدنان، وأهل الجنوب ربما في حالة قحط. ربما يختلف معك دكتور حمدي، وفقر.
ولكن ليس لدينا وقت في يعني في ثواني معدودة. هل لديك تعقيب دكتور حمدي؟ يعني هذه تقسيمات علمية لا تدخل في أمور العصبيات الموجودة بين الأماكن ولا الجوانب السياسية التي اتخذت في عهد الدولة الأموية في بلاد الأندلس وغيرها. نعم. لكنها هذه دراسات علمية في في التخصصات المختلفة. نسبوا الشمالية إلى عدنان ونسبوا الجنوبية إلى قحطان. إلى الاسم الأكبر من القبائل الموجودة في هذه الأماكن فقط. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والباحث عصام القيسي، والآن نبقى مع مشهد لأبرز أعلام علماء العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي. ما أعجب طريقتكم في تزيين واجهات البيوت، ألم تجدوا لتزيين واجهة بيت الخليل بن أحمد الفراهيدي زخرفة غير حرف العين؟ أنسيت يا أستاذ أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من وضع معجما في اللغة العربية؟ الصواب الفراهيدي بياء النسب. تقصدين كتاب العين؟ إذا إكراما لحرف العين الذي بدأ به معجما زينتم واجهة بيتي هكذا؟ فكرة جميلة وطريفة، هل يمكننا أن ندخل فنزوره؟ بلا ريب، ولكن إياك والضوضاء يا أستاذ، فقد يكون الخليل بن أحمد في حلقة تعليم يملي على تلاميذه من بحر قلبه. لك علي ألا أحدث أي ضوضاء. واعلم علمت الحق وعملت به أن من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه. وأن منهم من يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك ضال فأرشدوه. وأن منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك طالب فعلموه. وأن منهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فاحذروه. وعندنا من هذا النمط كثير، وكثير جدا يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ضيفنا أستاذ القواعد يا سيدي. أهلا وسهلا به. لو لم يكن أستاذ قواعد لما امتلأ صدره غيظا على تفشي الجهل والجهال، ولما قال ما قال. ماذا أخبرك يا أبا العربية؟ لا يعرفون كيف يفرقون بين الحروف الشمسية والحروف القمرية؟ يبدو لي أنك صاحب نكتة، ولعل هذه إحدى نكاتك على أهل عصرك. لا والله يا سيدي، لا والله. إذا المشاهدين الكرام، في لولا القرآن ما كانت عربية، نبدأ الدكتور حمدي بخيت عن نشأة المعجم العربي. كيف كانت نشأة المعجم العربي في البداية؟ هل كانت نشأة قرآنية؟ نعم. القرآن الكريم كما يذكر علماؤنا بأنه نزل بمستوى لغوي أعلى من مستوى العامة. لذلك كان كثير من الصحابة أو من المسلمين يأتون إلى سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يسألونه عن معاني كلمات في القرآن الكريم، سؤالات نافع. نعم. فأبصره نافع بن الأزرق ونجد بن عميمر وعويمر وهو يفتي الناس في كتاب الله عز وجل، فقال نافع لنجدة هيا بنا نرى هذا الذي يفتي في كتاب الله بغير علم. فسار إليه وطلب منه أن يسأله أو أن يسألاه على في القرآن الكريم، على أن يجيبهما بمصادق ما يقول من كلام العرب. فأخذ نافع يسأله أسئلة منها عن قول الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال عزين. أسئلة وسؤالات كلاهما صحيح. نعم.
نعم. ولكنها وردت في وردت هكذا سؤالات نعم في هذا وهذه يعني وصلت إلى 250 سؤالا جمعت في كتاب وحقق ونشر ببغداد سنة 1968 أستاذ الدكتور إبراهيم السمرائي وذكر السيوطي في كتابه الإتقان في النوع 36 كثيرا من هذه السؤالات. طيب لنتحدث دكتور حمدي عن الشعر العربي مع ما فيه من الخنا وفيه أيضا يعني مروءة كما تعلم ومكارم أخلاق، يعني هل يحتج أيضا يحتج بهذا الشعر على غريب القرآن ومشكله؟ هل يحتج بالشعر واللغة؟ عبد الله بن العباس رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، وكان الصحابة رضوان، ولذلك قال إذا خفي عليكم الحرف في كتاب الله عز وجل فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. ديوان العرب هو من سماه ابن عباس. والرواية في ذلك كثيرة، ولو رجع المشاهد الكريم إلى كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي البركات الأنباري لوجد كثيرا من هذه النصوص في هذا الشأن. وإن قيل بأن كيف يستشهد بالشعر وفيه من الخنا وغيره، فإن هذا الشعر يقصدون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا المقصود بهؤلاء الشعراء الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أما الشعراء الآخرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. واستشهد الرسول عليه الصلاة بأصدق كان يقول لحسن بن ثابت في المسجد أهجهم وروح القدس معك. واستشهد بأصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لبيد وهو يعني جاهلي قبل الإسلام. وأيضا لم ينكر على مقدمة كعب بن زهير الغزلية في البردة، قصيدة كلها دلائل يعني. طيب لنتحدث عن نشأة النحو العربي، كيف كانت نشأة النحو العربي؟ يعني الروايات في ذلك كثيرة، لكن نأخذ الروايات التي تهمنا في هذا الجانب. أبو الأسود الدؤلي من المعلوم بأنه هو أول من وضع النحو. طلب منه زياد ابن أبيه أن يضع شيئا للناس يحفظ به أمورهم حتى لا يقعوا في اللحن في كتاب هناك الله. هناك اختلاف دكتور في هذا الجانب، هناك رواية تقول أنه سيدنا علي بن أبي طالب طلب منه ذلك، يعني أتكلم على هذا النحو. هو أصلا تعلم بعض الأشياء على سيدنا علي بن أبي طالب. لكن زياد بن أبيه الذي هو الذي طلب من أبي الأسود الدؤلي أن يضع شيئا يحفظ للناس أمورهم حتى لا يقعوا في اللحن في كتاب الله عز وجل. لكن أبا الأسود رفض. طبعا أنا أنتقي رواية من الروايات كثيرة. رفض ذلك لأن هذا لم يفعله السلف. لأنهم كانوا متمسكين بما فعله السلف، وخاصة في كتاب الله عز وجل كان الرسم القرآني يعني مكتوبا من غير منقوط وغير ولا مشكول لا حركات ولا نقاط ولا وسنشاهد أيضا مجموعة من الصور تظهر. تفضل. فأوعز زياد بن أبيه إلى أحدهم أن يجلس في طريق أبي الأسود وأن يتعمد يقرأ القرآن ويتعمد اللحن. وهو يمر قرأ صدر سورة براءة، وإلى أن وصل إلى قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها ورسوله. فاستعظم أبو الأسود ذلك، عطفها على المشركين يعني. فتغير المعنى تماما. يعني كأن الله عز وجل برئ من المشركين وبرئ من الرسول. وهذا من الحركة الإعرابية التي فعلها القارئ. فرجع أبو الأسود الدؤلي وطلب من زياد بن أبيه أن طلب منه أن يأتي له بكاتب لقن، فأتي له بكاتب لقن وقال له إذا وجدتني، وطلب منه أن يمسك بمداد مخالف للمداد الذي كتب به المصحف. وقال له إذا وجدتني فتحت فمي بالحرف فضع نقطة فوق الحرف، وإذا وجدتني ضممت فمي بالحرف فضع نقطة بين يدي الحرف، وإذا وجدتني كسرت فمي بالحرف فضع نقطة تحت الحرف، كانت وإذا نقاط. أتبعت ذلك غنة أي تنوينا فضع نقطتين. كانت نقاط إذن. هذا النقط يسمى نقط الإعراب.
نقط الإعراب. نعم. وسنتحدث عن نقط الإعجام. نعم أيضاً. وقد تطور هذا على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي. سنأتي على ذلك. نعم إن شاء الله. دكتور نعم. إذن لنتوقف مشاهدينا الكرام مع فقرة صحيح القول. هذه الفقرة تهدف إلى تقويم اللسان وتصحيح الأخطاء الشائعة. بالفتح لا بالكسر. يقولون شغاف القلب بكسر الشين، والصحيح شغاف بفتحها، وهو على زينة سحاب، مفتوح الأول وكسره لحن. ومثله الجنان من أسماء القلب وكسره خطأ، والغواية بفتح الغين والناس يكسرونها، والسقام المذكور في الأبيات المنسوبة إلى أبي الأسود الدؤلي، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كي ما يصح به وأنت سقيم. أما تسآل وتجوال وترحال وتذكار وغيرها من المصادر فإنها جميعها بفتح التاء منها لا بالكسر، إلا تبيان وتلقاء فبالكسر. ومن ذلك أيضا يقولون الحراك الشعبي، والصحيح الحراك بفتح الحاء، ومنه قول الشاعر جرير: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. ومن الأسماء المشهورة ابن خلكان المؤرخ بفتح الخاء والكسر خطأ. أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام في فقرة البيان القرآني، وموضوعها لولا القرآن وما كانت العربية. كنا نتحدث دكتور حمدي عن نقط الإعراب والتشكيل، وتحدثت عن جهود أبي الأسود الدؤلي في ذلك. نعم تفضل. هذا النقط استمر ردحا من الزمن حتى أتى الخليل بن أحمد الفراهيدي وطور هذا الأمر، وجعل الفتحة ألفا مقطوحة فوق الحرف، والضم واو صغيرة، والكسرة. هذا الرجل العبقري يعني. نعم. بذهنه الوقات كيف. نعم. استطاع أن يخطر بباله ذلك يعني. يعني سبحان الله، يعني الأمور فتوحات إلهية تأتي. نعم. من عند الله عز وجل. نعم. كما فتح الله عليه موضوع العروض، اخترع الحركات. نعم. التي نحن لازلنا نستخدمها. لازلنا نستخدمها حتى الآن. نعم. الشدة أو السنينات الصغيرة اللي نسميها الشدة، اختصار من كلمة شديد، السكون من كلمة خفيف، وصار يستعمل حتى الآن. لا غرو أن يخترعه، وهو قد اكتشف علم العروض والقافية الخليل. نعم. 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 فلا عجب أن. نعم. نعم. بعد ذلك جاء نصر بن يعمر و النقد الآخر. طبعا معلوم بأن الكتابة العربية مأخوذة من الكتابة النبطية، والكتابة النبطية لم تكن منقوطة، وفيه من الحروف ما هو متماثل في الشكل: باء تاء ثاء جيم حاء خاء. نعم. ولا يوجد نقد، فيحدث التصحيف والتحريف، يحدث اللحن عند القراءة. فما كان من نقول المشهور، وإن كان فيه كلام وروايات أخرى يعني تتكلم عن هذا وتقول بأنه قبل هذا، المشهور بأن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر في عصر عبد الملك بن مروان هما اللذان قام بنقط الإعجام. ولذلك يعني نقط الحروف نقصد. نقط الإعجام يعني نقط الحروف. الحروف عندنا في اللغة العربية نوعان. والإعجام أصلا يعني إزالة الإبهام. والإبهام يعني. نعم. نعم هكذا. نعم. نعم. ولذلك الحروف عندنا حروف مبان هي التي نتكلم عنها. نعم. اللي هو ألف، الحروف الهجائية، وتنقسم قسمين: حروف مهملة أي غير منقوطة، وحروف معجمة يعني حروف منقوطة. عندنا حروف معاني مثل حروف العطف وحروف الجر وغير ذلك. نعم. نعم هكذا. نعم. هذا الحديث يجعلنا نعرج على موضوع البلاغة العربية، كيف. نعم. نشأت وبدأت، هل لها علاقة بالقرآن؟ من الروايات التي ذكرت في نشأة البلاغة العربية ما ذكره أو ما ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى
المتوفى 208 أو 209 أو 210 على اختلاف الروايات بأنه استخدمه الفضل بن الربيع، وكان مع الفضل بن الربيع كاتب، فاستأذن أبا عبيدة أن يسأله، فسأله عن قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه الآية قال إنما الوعد والإيعاد يكون بما يعرف وهذا غير معروف، فقال لقد خاطب العرب بما يتكلم، خاطب الله عز وجل العرب بما يتكلمون به. مصداق ذلك قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي السيف يعني، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. والغولو لم تعرف العرب. نعم لا تعرف العرب، فحتى الشياطين لم والشياطين مثلها. فهو هناك بعض من يشبه يعني يشكل ويجعله من شبهات على القرآن الكريم، كيف يقول رب العزة طلعه كأنه رؤوس الشياطين ونحن لم نرى الشياطين، لأن في العقل الباطني للناس جميعا أنهم يخافون من الشيطان. حتى إن منهم من يقول إني رأيت شيطانا أو رأيت كذا، كما شبهت بامرئ القيس. نعم. والغول كما كان يحدث في عصر الجاهلية موضوع الغول. والغول غير حقيقي، فهذا خطاب للعرب بما يعرفون وبما يتكلمون به. فلما انتهى من مجلسه خرج ووضع كتابه مجاز القرآن الذي يتكلم فيه عن الأساليب والتعبيرات المختلفة، طبعا فيه من البلاغة الكثير بالمصطلح الحادث عند المتأخرين، وفيه أمور نحوية وصرفية وغير ذلك. كيف كان تقسم علم البلاغة؟ كيف كان يقسم سابقا؟ هو لم يكن بالشكل الذي موجود اليوم. البلاغة العربية تقسم إلى يعني البيان والبديع، وكان مجازا هكذا يعني؟ يعني ما يسمى بالمجاز يشمل أمور البلاغة كاملة. نعم يعني المجاز. ودخلت فيه أمور نحوية وصرفية وغير ذلك على أنها أتت على خلاف قاعدتها. يعني خطاب المفرد خطاب المثنى، يعني ألقي في جهنم كل كفار عنيد. والمخاطب واحد صحيح. نعم. وهذا موجود في الشعر العربي، يا ابن عفان إن تزجراني أنزجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعة، وهو واحد شاهد شعري. نعم. هذا يقولون مجازه كذا. هذا في البدايات كانت علوم البلاغة لم تصنف. فكان المصطلح، ثم بدأت الاستعارة وغيرها. نعم. يعني مثلا واشتعل الرأس شيبة. نعم. هذه استعارة. نعم. الاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز المرسل، وهذا يتبع علم البيان. ثم علم المعاني، وهو في الأصل الذي أصل له وكتب فيه كتابا رائعا عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، وكتاب الآخر أسرار البلاغة، تحدث عن نظرية النظم أيضا. نعم. وهو نظرية النظم يعد علم المعاني. نعم. هو في الأصل علم معاني النحو. ثم اجتزأوا قطعوا النحو وجعلوه علم المعاني فقط. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة غيرسون التركية. والآن مشاهدينا الكرام في الختام سنكون مع فقرة سيرة عالم وعبقري العربية حبرها الخليل بن أحمد الفراهيدي، ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذنه تعالى مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله. الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، حبر العربية وأبرز أعلامها. ولد في العام المتم 100 من الهجرة، بعضهم قال إنه ولد في عمان على شاطئ الخليج العربي، لكنه عاش في البصرة. أبرز شيوخه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وعثمان بن حاضر الأزدي، وكان أبرز تلاميذه سيبويه النحوي البصري حجة العربية، والليث بن المظفر الكناني والأصمعي والكسائي.
إن من أهم ما أذاع شهرة الخليل في الآفاق هو كتابه ومعجمه البكر من نوعه كتاب العين، ولقد وسم الخليل كتابه المعجم هذا بأول حرف اعتمده وهو العين، وهو الذي اكتمل على يديه صرح النحو، وهو من ابتدع علم العروض بعد استقراء الشعر العربي، فاستطاع أن يحصر موسيقاه في 15 وزنا، سمى كل وزن من هذه الأوزان بحرا. توفي في أحد مساجد البصرة وهو يعمل فكره في إحدى المسائل، فصدمته سارية المسجد وهو غافل عنها بفكره، فانقلب على ظهره، فكانت سبب موته رحمه الله 70 من الهجرة.